تمرين آخر قبل شا تعرفنا، تعرفنا كيف نطبق قوى العدد 10، قواعد الحساب على قوى العدد 10. دروك نوظفوها في التمارين تاعنا. التمارين تاعنا مش غادي يجونا أسئلة مباشرة، إلا عطانا في أسئلة مباشرة صح غادي يعطونا أمثلة كيما هذه. صحيح، لاحظ معايا، قال لك اكتب على شكل 10 أس بي حيث بي عدد نسبي. صحيح، لازم في الأخير هنا شنو نكتب؟ 10 أس عدد. عطانا 10 أس 11 في 10 أس 7 الكل ناقص 2، هذه شحال راه فيها من قاعدة؟ زوج. وين هالقاعدة؟ الأولى والثالثة. صحيح، غادي نطبق الأولى والثالثة. شكون هي اللي غادي نطبق؟ نطبق الأولى هي الأولا أم الثانية أولا؟ نطبق الثانية أولا. شنو ندير؟ نكتب 10 أس 11 في 10 أس 7 في الكل أس ناقص 2، شحال عطينا؟ 7 في ناقص 2 تساوي 10 أس 11 في 10 أس ناقص 14. شنو ولت لنا؟ ولت لنا القاعدة الأولى. نطبقها الآن، شنو تساوي؟ تساوي 10 أس 11 ناقص 14 اللي هي زائد ناقص 14. شنو تساوي؟ أي ناقص 11 زائد 11 ناقص 11 ناقص 14. يعطينا ناقص 3. إذا هذا المجموع الجداء هذا شو يعطينا؟ يعطينا 10 أس ناقص 3. زيد نطبقوا. زيد المثال الثاني. شو نطبق؟ القاعدة الأولى والثانية. ممتاز. أي شيء يعطينا؟ تعطينا 10 أس ناقص 2 زائد 5 على 10 أس 7. شو تعطينا هنا في البسط؟ ناقص 2 زائد 5 تعطينا ناقص 3. 3 على 10 أس 7 شنو ولت لي؟ شنو ولت لي؟ قاعدة ثانية. إذا تعطينا 10 3 ناقص 7 إذا شحال تساوي؟ ممتاز، 10 ناقص 4. زيد هذه فيها القاعدة الثانية الأولى مع الثانية، شنو ندير؟ نخلي البسط كيما راه ونجي ندير المقام نطبق الأولى. شا تعطينا؟ 4 ناقص 7 شا تساوي؟ 10 أس ناقص 3 على 10 أس ناقص 3 شا تساوي؟ تساوي 10 ناقص 3 زائد 3 و10 أس ناقص 3 زائد 3 شا تساوي؟ تساوي 0. قال لك اكتبها على شكل 10 أس بي اللي نخلي ذاك الصفر. زيد هنا شا راهي؟ القاعدة الثانية مع الأولى. شا ندير؟ ندير هذه وحدها، شا تعطينا؟ 10 أس 7 على 10 أس على 10 أس 5 شا تساوي؟ 10 أس 7 ناقص 5 في 10 أس ناقص 3 هذه شحال تعطينا؟ 10 أس 2 في 10 أس ناقص 3 شا تعطينا؟ 10 أس 2 هي 2 زائد ناقص 3 نكتبها 2 ناقص 3 مباشرة عادي شحال تساوي؟ ها هي شحال تعطينا؟ ناقص 1. روحوا للمثال الأخير، شا فيه؟ فيه القاعدة الثالثة مع الثانية وغادي يرجعوا لي القاعدة الأولى، شا تساوي؟ 10 أس 3 في 2 في 10 أس 4 زائد 5، قلنا المعاكس تاعها، يساوي، شا يساوي؟ 10 أس 6 في 10 أس 9 4 زائد 5 تعطينا 10 أس 6 3 في 2 هي 10 أس 6 زائد 9 والنتيجة النهائية هي 10 أس 15.